اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ويسعد صباحكم في حلقتنا الجديده. اليوم معنا ضيفنا حارث، زمان ما طلع معنا، ومعتز طبعا دائما متالق. اليوم راح نعطيكم بوت كامب بطريقه التحمل العضلي. هو بنسميه هو نوع من انواع البوت كامب، يعني بيكون اسمه ماسل انديورنس اند سترينث، بيكون تحمل عضلي وقوه. راح نستخدم فيه وزن الجسم او اوزان بسيطه مثل الدامبلز مثلا اذا بتكون متوفره في البيت، او اي شيء ممكن تمسكوه بس فيه ثقل. يعني ممكن نبدا في الابر بادي وتضلكم معنا، نعلي الميوزك شوي. اوكي، في نلعب بوش ابس على النيز اول سيت، طبعا كل راوند راح نعيده مرتين. جود، نضل جود جود جود. اوكي، نغير التمرين على طول. هلا هون نلعب للباك، من تحت بنسحب اب داون اب داون. هلا بتكون هي سوبر سيتس بين تمارين عضلات مختلفة. بنطلع من التشست للباك للشولدرز، بنضل اب داون، بضم الكوع بسحب الكتاف لورا، ثاني خفيف بالركب زي ما انتم شايفين، الصدر دائما مرفوع عشان احمي ظهري. جود، اوكي هولد. هلا بنعمل سايد ريز داون على طول على مستوى الكتاف، بنحول عضلة الكتف، ثاني بالركب خفيف، صدر اب شيء مو. طبعا عشان اذا بدكم سهلوا التمرين ممكن اعملوا بالشكل هذا الكوع مبنية. اوكي، ننزل كمان مرة بوش ابس، نحاول نزيد الليفل داون اب داون اب. جيد، اللي حاس الليفل هذا صعب يرجع ليفل الاول، ركبه على الارض كمان. جيد جيد، جسم ستريت. اوكي، ستاند اب، نرجع للباك على طول الكتاف لورا، ننزل لمستوى الركب، نسحب الكوع مضمومة، ريدي، صدر فوق، جو، اب، داون، جود. دائما بخلي رجلي باتساع الحوض، لا هم واسعين كثير ولا هم مسكرين. سي، بعمل سكويز، بسكر بين لوحين الكتف عشان تستفيد عضلات الظهر. جود، اوكي، حول للشولدرز سايد، هوب، جود. هلا من الابر بادي راح نحول للور بادي، ننزل تحت، جود، هوب، هي دامبلز تحت. هلا نرجع تمرين سكوات، صدر مرفوع، الايدين بالشكل هذا، ننزل، ايوه، نوسع رجلينا، داون اب داون اب، جود. ننزل لتحت اكثر كمان، كمان اكثر لتحت، شغل العضلات الكبيره بجسمنا، خلي الدم يتحرك، ينزل من فوق، ينزل لتحت. اوكي، بنبدل، نعمل سايد برجع، سايد برجع، 1، رجل الثاني بضل مفروده، هذا السايد سكوات، جود، اوكي، لتحت اكثر. Okay. نفس. Good. Lunges. Yep. لورا. Sit back. وبنزل لتحت. Down. Up. بنزل بالركبة الخلفية.
صدر مفروح سكوات نرجع نغيح ونبدل زوايا على الجنبين down اكثر لتحت نزيد الرينج اوف موشن نستفيد العضلة اكثر لانج اوكي داون اوكي اوبشن نحرك الايدين او خليهم على الخصر اوكي ممكن صعب التمرين نعمل الترنيتيف down down yeah okay شوي شوي recovery نعمل curls up up down شغل بطاطا الرجل عشان ننهي اللور بدي بعدين نفوت على عضلات الارمز دائما نبدا بالعضلات الكبيره كمان لاعلى اعلى كمان جود كنترول انا نازل شوي شوي بالانس اب داون نفس جود الفينش انه هاي وان سيت اب داون اوكي هولد اوكي هلا بنيجي على عضلات الارمز نبدا بالبايسبس اوكي صدر مرفوع الكتاف لورا العضله الاماميه للايد نطلع لمستوى الشولدرز ناو اب داون اب داون خلي الايد مفتوحه دائما ستي فول رينج نلعب اي وضع اي ستاندينج لازم يكون فيها ثاني خفيف بركب عشان نحمي اللور باك من اي اصابات اب داون جود مور على حول ترايسبس نعمل ستيب باك داون اب داون جو جود ستي نقوم لكواع نرفع الصدر رجعنا الجنة لورا أخذنا بوزيشن ثاني عشان نغير ونعمل ريكوفري على أسفل الظهر هلأ العضلة الخلفية لليد down up down up good ننزل تحت نعمل up down هلأ للفور arms العضلات الأمامية up down ملف الريست وبطلع تقريبا لمستوى الشيست Stay. Do one more. Up. Up. Good. So the مرفوع دائما. نفس. More. Up. Down. هذا اسمه reverse curl. لكواع ثابتة على الجنبين. Okay. Hold. نرجع again biceps good up down نخلي الكوع ثابت عشان تستفيد عضلة البايسبس قد ما نقدر نفس good كمان more good تكرار عضلي بيعمل حرق دهون عالي جدا okay triceps go down up down up نضم الكواع صدر مرفوع good ثاني خفيف دائما حتى بالوضعية هاي بركبتين more ضل singles good مد ايدينا فوق نطلع كامل good more اعلى
ممتازين. داون اب داون. هلا بنحول على الفور ارمز ريفرس. ريدي ليتس جو جو. اب داون اب داون. تقريبا هلا كل عضلات الابر بادي عندنا اشتغلت. ضل ممكن هلا نعمل سكويز لورا كمان عشان نشغل عضلة الفور ارمز اللي تحت. نعمل كومبينيشن. جود مور اب داون اب داون. نشغل جهتين بنفس الوقت. جو لاست هولد. اي خلي الدامبلز. اخر شيء عضلات الكوع. اوبليكس بايسيكل. نعمل تويست. نفس نكرر واحنا طالعين. كده لاحظتوا انه احنا ما وقفنا ابدا لكن نلعب بشكل مرتاح لانه منتقل من عضله لعضله من غير ما نعمل ضغط على عضلات معينه بشكل متشالي. اوكي هلا ريفرس كرانش. حاول اب داون اب داون. ركب فوق الهول وشوت تقريبا فوق الصدر بشكل بسيط ما بنزل كثير عشان نضل لور باك على الارض. ضل نغير بوزيشن. اوكي جود. اخر مره نرجع اوبليكس اب داون اب داون. نفس تويست مور. جود. واحد بتعمل تويست والثاني بتعمل فول اكستنشن على الرجل. شغل كل اجزاء البطن. اوكي لوا نغير اب داون اب داون. جربنا ننهي على نحول اخر تمرين هو اوت ان اوت ان. والثلاثين جيد الكوع تحت الكاف. Hold. تقريبا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. زي ما شفتوا لعبنا upper body lower body بعدين على الكور. الميوزك لسه شغالة. ضل معها للفينش. stay together. نعمل run. اوكي okay. جو اخر تمرين كارديو بما انه في ميوزك. نيز اب اعلى. خلص هي خلص اكيد خلصت. وشكرا لمتابعتكم. ان شاء الله تكونوا لعبتوا معنا واستفدتوا. شكرا للكباتن ويعطيكم الف عافيه. نشوفكم يوم الخميس ان شاء الله على خير. شكرا لكم.